محطة مع الجميل ثابتة ببرنامج لايف كل تلاتة وخميس أكيد مع سيدي ليلى عباد. بونجور. بونجور. كله تمام؟ تمام. نحن بدنا نقول إنه الرجال ما بقى فيهم أبدا يعتبروا علينا، مش هيك؟ صحيح، لما بلشنا نعمل لهم حلقات ايه؟ وخاصة إنه الرجل إطلالته بتخدم عمله وبتخدم حضوره، مش بس هي الإطلالة مثل ما الأكثر يعني عند السيدة بتخدم بس نفسها وموقعها هيك كأصدقائها كحياتها، وعند قسم كثير من النساء بتخدمهم بشغلهم وهيك، ولكن معروف عند المرأة إنها بتهتم بشكلها حبا من هي وصغيرة، أما الشاب يعني بيتجهوا الأهل وكأنه مش لازم كتير يهتم إنه شاب وبتقدر ما بيعيبه صح. ولكن صار الرجل هلأ عم نشوف بالمسلسلات الرمضانية وخاصة للموت، عم نشوف محمد الأحمد صحيح إطلالته لبسه عم بيكون رائع، يعني بتشوف صرنا عم نلتفت للإطلالة لقصة الشعر للدقن، وعم تلعب دور كتير إنها تحبب الأشخاص لما تكون إطلالتهم هيك نحن نرتاح لنظرتها. وهي بترسم كمان الشخصية، يعني كمان شك. الخارج بيعكس الإنسان كمان كيف بيفكر، كيف بيشوف الأشياء حلوة، أي ألوان بتشده، أي شكل وإطار مش هيك؟ والأكثر إنه هل شكل لما بيقرب لعصرنا، يعني نحن بال21 عم نشوف الشكل كيف صرنا منحبه، صرنا منحب أكثر إنه الرجل يكون عنده شعر أقصر من هالجهة، دقن شوي ديرتي لأكثف أو أكثف شوي، وبزيت الوقت الشعر بلش إنه يكون في فوليوم بسيط بهالأريا. هيدي الموضة، ولما عم نشوفها عند بعض الأشخاص عم تلبق لهم فينا نبلش هون نشوف. أي. إذا طلعنا بهالصورة مقاسات الرجل غير مقاسات المرأة. المرأة بس نكون عم نحكي عن عينيها، لازم يكون المسافة بين الأبر ليد واللور ليد لازم تكون قد المسافة من الأبر ليد للحاجب، بينما عند الرجل الأبر ليد بدها تكون أوطى تتحلي. نحن بحلقة ماضية حطينا صور لعمر الشريف، لكن عنده جميل أكثر لأنه كان عنده حاجب أقرب من غيره على عينه، وهيدا كل ما يقرب الحاجب على العين كل ما يحلي. أما السوالف فينا نحكي من زمان وزمان كانوا يعطوا للسوالف طول ويعطوه ضخامة، وهلأ إذا منشوف صور منقول إيه شو بشعين. ميلة الإطلالة إنه يختفي السالف ويكون امتداد للذقن، يعني لما منكون عم نحكي شكل الوجه مثل ما عم نشوف هون عم نشوف إنه الامتداد للسوالف هو تبعا لشكل الوجه، إذا كان الستايل الشعر عم نشوفه تبعا كيف عم يرسم له وجهه، إن كان مدور إن كان مستطيل إن كان تريانجولر، كل هالاشياء بتلعب دور لحتى نقشع السايد. يعني كل شكل وجه مثل ما عم نشوف بالصور لازم يكون السالف محدد بهي الطريقه اللي عم نشوفها بالصوره، بالطريقه اللي عم نشوفها. واذا كان لنفترض الوجه مبروم وجيت انا عرضت السالف، كانوا بالماضي تيخففوا من استداره الوجه يعرضوا السالف، هلا لا، هلا بينظروا لقسمين مهمين بالنسبة للوجه، إن كان في دوبل مونتون هيدي المنطقة اللي بتنصح عند الرجل ويلي بتخليه إذا زاد وزنه يبين أكثر عند تحت الدقن، وبزيت الوقت الكثافة اللي بتكون بالشعر منشوف في ميل، إذا منشوف بآخر صورة في ميل كتير لحلاقة هالمنطقة وإعطاء كثافة لفوق. هل قصة تقدر تخدم أكتر الوجوه إن كان الريكتانجولر الأوبلون إن كان الراوند فيس، كل هالإشياء لحتى تخدم إنه تعطي أن تسوفتن ذا لوك، يعني إذا كان الوجه مبروم ما بجرب أعطيه استدارة أكتر، كيف بزيد الاستدارة بالوجه؟ لما بخفف كتير الشعر أو بحلقه بيكون الوجه مبروم بينه مبروم أكتر، لما بشيل الدقن كلياً
ببين مبروم أكثر. الوجه المستدير ما بيحلي للرجل، اللي بيحلي الرجل هو الشيء اسمه أوبلون، يعني شوي طويل على شوي هيك ببين على الجو لاين من هون أطول شوي ونخفف من الاستدارة. أما التريانجولر عند الرجل بيقوى لما بيعمل دقن غلط، يعني بيكون هالوجه هيك عم تشوف هون ايج شوي ايج ذا مان كيف عم بيكون اللوك مثل ما عم نشوفهم، واليونج مان بتشوف اليونج مان ما مبين الفافوري يعني السايد بيرن ما مبين لانه امتداد للديرتي لوك بالدقن، بينما بتشوف عند الرجل الأكبر تارك دقنه تحت طويل مع شعره. يمكن البعض الأشخاص يحبوا، أنا بفضل لا، لأنه بحس أنه اللي عنده شعر سميك لازم الدقن بامتداده يكون أقل شوي تيعطي قيمة لسماكة الشعر، بينما منشوف بالصورة الإكستريم على اليمين منشوف فريش لوك لما بيكون السايد بيرن أنعم يعني أخف. ما فينا نقول إنه الدقن ما بيرسم الوجه، منلاحظ بالصورة الثانية اللي تحت طريقة تفضاية الدقن من هون عطيت روست كتير الدقن. إذا كان وجه مبروم هي جود ايديا، بس الوجه العادي لا. معمودة الشعر الطويل لبعض الأشخاص يلي عندهم شعر حلو وبحبوا يتركوه، هالباني اللي عم نشوفها حلوة كتير وبتعطي كاركتير، بتعطي ارتستيك، وحتى الشعر المتروك طويل بيرجعنا لماضي حلو كتير، ولكن مع الديرتي لوك الخفيفة عم بيكون أجمل. يعني من هيدا اللوك يلي هلأ عم نشوفه ما منشوفه كتير، بس بلشنا نشوفه ومحبب للنظر. وكل تفاصيل بتعطي يعني مفعولة، يعني عم تحكي عن تفريغ الدقن، هون عم نشوف في مسافة بين الشارب وبداية الدقن، كمان مفرغة من هون مفرغة من هون بآخر صورة، كمان بتعطي يعني نظرة مختلفة، نظرة كليا مختلفة مثل ما عم تشوف بهالصورة. لاحظ الصورة اللي بالنص تحت كيف فرغ الدقن، كيف بين الوجه تريانجولر. مزبوط. شوف فوق دغري مقبيلة بالنص، لما الدقن ضلوا مليان كيف عطى الوجه هالفوكاري الحلو والأعرض والأجمل. السيدات بتروح لتعريض حنكة، الرجل بعرض حنكه بدقنه، وهيدا شيء جميل. أنا هالست صور بحبهم كتير، بالرغم لأنه تحت عم تشوف الأشخاص الرياضيين ما عندهم كتير دقن إذا بتلاحظ، ولكن لون الفاتح عند الشاب يلي لونه فاتح يعني إذا قلنا الأشقر بميل كتير إنه هيك يحس إنه فريش لوك الأول إن أول، بينما منشوف الشعر الأسود إذا كتير بتنترك الدقن على كثافتها بتخفف من جمال السويد، لأنه دقن السوداء هي جمال بحد ذاتها لأن فيها سميكة وفيها كتير بيجمنتيشن. سو مش غلط لما بيشيب الرجل أنه يترك دقنه لأنه بحليه، خاصة يلي زوي الشعر الأسود. هون عم نشوف فوق الوجه يلي كان تريانجولر كيف خفف التريانجولر بالغرة يلي نزلها، لأنه شعره بينزل نزول ما جرب يطوله ويعمل براشينج ويشده لورا. بينما منشوف بالصورة تحت على اليمين منشوف الفرق يلي إن يعني لما منشوف حدا فارق كتير شعره منقول فينتج منه مودرن، بينما هالنوع الفرق كتير مودرن لأنه بضل الشعر يغطي على الفرق ويعلى عنه. بزيد شيء عم نشوف هون هيدا الوجه اللي فينا نسميه دايموند او تريانجولر، حتى شوف لما هالزيحين اللي عم نشوفهم بالانيميشن الستريشن تحت عم نشوف الزيح وين لازم يبلش مثل الصوره اللي عم نشوفها فوق. اوكي، يعني الدقن هون عم ببلش يعطي للقيمه للتشيكس بدون ما يعطوا التشيكس يعرضوا، وهيدا بيجملون. وعم نشوف هالسلايتلي ديرتي لوك على الدقن هون اللي احوج
جربت قبل ما اجي ادرس شوي هيك شوي لوك الي احوج، بنشوف انه لما الشخص بيكون مخفف من دقنه ومن طول شعره ببين الوجه بالاحمر اعرض اذا ملاحظ، بينما لاحظ هيدي ليتلي صورك بالتو لوكس بتشوف الكثافه لما كانت مقربه لقدام بالتمشيطه عطيت جمال، والدقن كثير بتلبق لك الدقن يلي فيها شوي اكثر من ديرتي لوك العاديه. اذا برسم اللوك اللي عم نشوفه هون بنشوف المدى المضبوط ما بين الانف والفم وهيدي البروبورشنز المضبوطة، هيك منقدر نعرف إذا مضبوط لأنه في ثلاث أتلات منشوفها ما بين الشعر وأول الحاجب يعني أول الأنف، ما بين الأنف وآخر التيب أوف ذا نوز، ما بين التيب أوف ذا نوز والدقن منشوفها ثلاث أتلات المضبوطين، لأنه لما بتسمك الدقن ما بتعود مبين إنه الدقن أطول باستدارة الوجه، تعطي الكثافة بتصير تقصر المدى وتعطي هالثلاث أتلات المضبوطين. هالشي هيدا كل شخص منا إذا مندرس اللوك منقدر نعرف شو اللي بيلبق له. بحديثي اليوم أنا ردت أقول أنه ما نهمل السالف، أنه منفكر أنه بس عملت هيركات بدي يكون دايماً الهيركات تبعاً لشيب أوف ذا فيس، شكل الوجه، الدقن قدي عم تقسي الوجه أو عم تعطيه سوفتن لوك، تو سوفتن مش معناتها تنعم، تعطي هيك اندماج ما بين الشكل الوجه والشعر، ودائما بيلعب دور منلاحظ بكل الصور انه الشعر اللي ما عم ينصبغ عم بيكون اجمل، عم يكون هالشعر الابيض لما بيكون هيك امتداد على الوجه عم بيكون حلو، والشارب اعطيناه حلقات بالماضي بركي بنرجع بنحكي اكثر عن الشوارب. راضي هيك عن اليوم اللوك بيرفكت بيرفكت. كنت قلتي لي انه احسن يعلى شوي الشعر يكون اكثر، يعني القصه القديميه اللي كان عطيك مور لينث بالشعر من فوق يلي هي 1 سنتيمتر مور بصير يرتاح الشخص انه ياخذها من قدام لورا تتقلل من مساحه الجبين لما بيتراجع الجبين والباترن اوف ذا فيس من هون، لما بنعطي سماكه فوق بيرتاح الشخص انه يعطي لون اللون حتى بحجم الوجه يعطيه جمال، وبيصير في لما بتطول الدقن بيصير في عنا فوكري ما بيعود الوجه يروح على الاستداري يلي هو المدور، مع انه انت ما بتنعد وجه مدور بس لما بينقص كتير شعر من فوق بصير يعطي على وجه مدور يلي بنصحنا ويلي هو مش مطلوب انه ما نعطي اطلالتنا على حقيقتها. اللي حبيته اليوم هي التيشيرت يلي بتعطي كتير للرجل، بتساعد تعطي ريفليكشن اوف كولر لما بيكون خاصة التيشيرت اللي ما بيكون كتير رقيق على الجسم لما بتكون سميك والوان السويد فيها حلو بتعطي هالكونتراست مع شو ما يلبس الشخص. دايما الاطلاله ليه في اشخاص بتدرس اطلالات بعد الستارز وبعد الببليك فيجرز لحتى تكون دايما محببه، هي ذوق مش معناتها اللي انا عم اقوله هو الصح، هيدي نظره ذوق معين في برسبكتيف كل اشخاص بتشوفها من ناحيه معينه. انا نظرتي للموضه عند الرجل هي باجمل وقت العشرين واحدة وعشرين قدرت ما تعطي أساوي وبذات الوقت تحافظ على الإطلالة النيت، ولكن مع الدقن عم بيكون نيت لأنه عم يحلقها عم بيرتبها وعم بيكون الوجه عم بيساعده، أي شيء بيتعرض عليه الوجه بيكون الدقن عم بيخفف من التعب أو من الهدول أو من عدم اشتداد البشرة، ولكن أهم شيء الحفاظ على مسافة الحاجب إنها ما تعلى. عند النساء إذا عليت بتحليهم وبتعطيهم شقلة، عند الرجل كل ما يوطى الحاجب كل ما يكون أجمل وكل ما يكون ستريت كل ما يعطيه ستايل أكتر، وليتلي الرجل لما بيرتب الحاجب بيرتب شعرتين من هون تبعا لحتى يشقل شوي حسب نوع عمله، والأكثر بيترك حاجبه على طبيعته، ولكن دايما بالانتباه انه يوطى الحاجب. واذا كان في
مشكلة تجاعيد عند الرجل بالجبين بده يكون في انتباه تام انه ما يعمل ارتش، ما يعمل ارتش الحاجب، لانه اذا عمل ارتش بيمتزع المظهر الجميل اللي بتعطيه اللي بيعطيه الحاجب لما بيكون قريب من العين. على كل حال نحن بنلحق نظرتك وبنشوفها الصح وبنشوفها الاحلى، وبنشكرك دائما باسم الكل يعني على متابعتك وحرصك على صورتنا، يعني بنحس حالنا هيك انه عن جد في حدا هالقد مزوق وبيعرف بيناتنا، وفي الاهم منا بحبنا. انا بدي بتعني انا بدي اقول لك لي المحبه للام تي في وللتيم الموجود هيدي لا توصف، لانه المحطه بكل ظروفنا بكل المواسم بكل الاعياد عندها قيمه لشيء اسمه هالوطنيه اللي عطيتنا اياها. ولكن انا بدي اقول في سمعه حلوه كثير للام تي في انه الاجمل مش بس كيف بتضوي بالاشخاص اللي موجودين، وهذا كان حرص كثير كبير للمحطه، وهذا الشيء اللي بخلينا نقول يعني هو اشياء كثير صغيره عندما الاشخاص بيتمتعوا باشياء كثير وخاصه انت الي. خلي لي اياكي مدام ليلى، نحن بدنا نشكرك على هالحلقه الحلوه والمفيده، وبعتقد انه مثل ما قلنا يعني الجمال هو بهالتفاصيل، وكل تفصيل بيخلي شكل الوجه مثل ما قلتي يفرق. بنفكر انه الدقن قصتها بسيطه، لا قادره ترسم كل شكل الوجه مع الشعرات من اول وجديد، وخاصه لي لما بتكون عند الشخص المعني يهتم فيك. اذا أخطأ بتاخد وقت لأنت تصلح هيدي الأمور، لما بكون في عنا قاعدة نتبعها ما منعود نوقع بين أشخاص إذا هني قرروا يتبعوا موضة أو شكل معين، بنصير نعرف شو بيلبق لنا. والأهم نحافظ على كاركترنا، يعني قد ما فينا ما نتبع الموضة. أنا بقول 20-21 رح تطول كتير لأنها أقرب كتير لمظهر أكثر الرجال، إن كان يلي بحبوا سرعة عصرهم أو يلي بحبوا الأشياء ديسنت وهيك عم بتكون فيها ترتيب، وهيدي هي أهميتها. حكيتي بأول حلقة عن السبعينات وشكل شكل السالف العريض والطويل، وانه اذا بنطلع على الافلام او الفيديو كليبس اللي كانوا موجودين بوقتها بنتفاجئ انه كيف الناس كانت تشوف هالشيء حلو. عبالي اختم بهالافكار هيدي عن نظرتنا للجمال، يعني حتى مش بس بنشوف شكل الثياب كيف كان، عم بحكي للرجل هون، يعني النساء كان بعتقد اجمل بكثير يعني وكانوا حلوين، والناس بترجع لهيدي النوستالجيا بالتيب، اما الرجال فاذا عندهم حفله تنكريه هيك بيرجعوا هلا لهيدا السبب الوحيد اللي بيردهم على السبعينات. فنظره الجمال يعني الانسان كيف يعني ليش هلا شايفينهم بشعين؟ ليش بوقتك كنا شو ماشيين بموضه ولا كيف؟ انا بدي احضر لنهار الثلاثاء حلقه فيها الجميلات عصرهم قديش عم نجرب نشبههم بدون ما نعرف، مع انه في اشياء ان كانت برسمه الحاجب عند بعض الاشخاص كانت رفيعه ولكن عند اشخاص ثانيين كانت عريضه. زيت الشيء بالسوالف، بنشوف ألفيس بريسلي والبيتلز كان عندهم هيدا اللوك بس ما كانت عند الكل، ونحن بنتاثر كثير بالستارز بالببليك فيجرز بكل هالاشياء بالفنانين باللي بغني بكل هالمشاهير، هي اللي كانت عم تعمل موضه مش الموضه، هي ما كانت موضه، كان واحد سرعه عصره يعني طلع ديفرنت نعجبوا فيه قلدوه. ولكن الموضه كان فيها اذا بتطلع بالانجليز كانوا كل عمرهم عندهم هالدقن الحلو ويلي يعطوه مع صوره البايب، يعني قبل ما نحكي عن العالم العربي كنا نشوف هيدا الشيء. اما دخول العالم العربي بمظهر الرجل ورسمه ذقنه انتقلت على لبنان، ما اخذناها نحن من الانجليز، اخذناها من العالم العربي لانه حسينا بجمال الرجل يلي عم بيكون من هالصحراء اللي فيها هالجمال يلي بيعطي ذقن مرسوم الى الشرق يلي هو في عنده الميكس بين اثنين. هالميكس بين الوجه الاوروبي والوجه الشرقي العربي عطى جمال للبناني بحد ذاته، للتركي كمان بالتحديد وللسوري بالتحديد أكثر، صرنا نعجب بوجوههم وبرسوم ذقنهم وشعرهم لأنه قدروا يعملوا هالميلانج الحلو.
الميلانج تبعا لشو بيلبق لهم لحضورهم. اذا بتشوف بادوار الهيبه وهيك كنا عم نشوف اشخاص الحضور بيعطيك هالطله. منشان هيك انا دائما بقول عند النساء لما بيعملوا تتواج غلط وبتجي فتاه عندها دور بسيط بيغلط بحقها، وزيت الشيء عند الرجل لازم يكون في انتباه لكل هالاشياء يحافظ عليها. كيف بده يحافظ؟ هيدي المهم نحكي عنها، كيف بده يحافظ على ذقنه، كيف بده يحافظ على حاجبه وعلى شعره. بالبدايه اللي بدي ركز كثير انه الستايلينج، يعني نحن من الرجل بحط واكس، بحط كريمز، بحط اشياء كتيرة to style his hair، هودي كترتون بهروا الشعر. الغسيل اليومي اذا ما انتبه لانه كمية الشعر بتحافظ على جميل الرجل، معناتها لازم يحافظ على الدهون الجيدة يلي هي بتغذي الفوليكلز. يعني ما نغسل يوميا الرجل شعره، يوم اي يوم لا، every other day، هيك بكون عم بيشيل الدهون وعم بيحافظ على الدهون الجيدة. بزيت الوقت ما يجرب انه لما بيصير في عنده ابيض كتير يصبغ شعره، في يعمل ريفرس بالهايلايت يلي هن بيسموهن اسود على الابيض هيك مخصله، او بيحلق الشعر من وقت لتين او بيتركه طويل وبيعطي هالميلانج الالوان الاسود والابيض. اما الذقن وجب عملنا حلقات كثيره على ترتيبها، على غسلها، على الاعتناء فيها، ويبعد الرجل عنه الستريس، لانه الستريس بيعطي فراغات بالذقن، الستريس بيعطي فراغات بالشعر. ولما الشخص بيبتدي يصير في عنده ستريس بصير في تراجع اكثر بشعره. الاكل مهم كثير، الانتباه للاشياء الاساسيه مثل الافوكادو، مثل الجوز، مثل البروكولي، مثل اللحمه، مثل في اشياء البيض، البنانا، الموز، في اشياء هيك بالترويقه كثير مهمه. والغدا شو نكون عم نركز فيها تضل في عنا صحه شعر وصحه بشره، لانه بالنهايه الصحه هي نوع من الاشياء اللي فينا نعملها ادابتيشن للجمال. اذا ما في صحه شعر ما في ارسم الشعر مثل ما انا بدي، اذا مش منتبه لحاجبي انه لما بغسل وجهي بالصابون شطف حاجبي وفرشي بفرشيه وزيت الشيء فرشي ذقني، كل هالامور كثير اساسيه. والرياضه هي اهم شيء، اكسرسايز اكسرسايز، وبالتحديد السباحه مهمه كثير. مدام ليلى نحن بدنا نشكرك على كل هالمعلومات الحلوه، وبنتلاقى فيك الثلاثه اللي جايه لنا مع حلقه عن رح نحكي عن التغيرات اللي صارت بشكل الوجوه ما بين الثلاثينات والاربعينات وهلا، وتنشوف السيمتري يلي بعدها عم يتبعوها، وقد ايه بعدنا نحن عم نلحق هاي الموضه بدون ما نوقف. وبدي انهي بشيء انت حكيته عن التياب، فاتني اقوله انه اللباس اللي كان بالماضي يغنوه بكل هالماش وبكل هالاشياء حتى اغنوا الرجال فيها، قديه شفنا انه اعطوا حريه لجمال وجسم المراه وجسم الرجل ليكون عملي، صار اللوك عملي وصرنا ننظر فيهم بصور اكيد رح جيبها لنشوف قديش الارستقراطيه اللي خفت كثير، خف معها هاللباس اللي كان مشغول ان كان بالقماش ان كان بالتطريز ان كان بالعمل، وبقى الرجل فريش لوك. شكرا كثير مدام ليلى، تابعين حلقتنا، خليكم معنا.